سعداء جدا أن نستضيف الفنان الكبير رامي عياش. حضوره معنا هو من أجل تسويق مدينة تطوان سياحيا، من أجل جلب الاستثمار. سعداء جدا يعني أن يحط الرحال بهذه المدينة كي يستثمر فيها. سعداء جدا يعني أن يزورنا وأن يعني يفكر في مدينة تطوان. هذه هي المبادرات التي نحتاجها اليوم في هذه المدينة. شكرا. والله هذا سؤال شامل كثير يعني، بس صدقا إذا بتجوا أهلا وسهلا فيكم في لبنان كلكم، بس تجوا على بيروت راح تلاقوا نفس طبيعة الجبال في لبنان موجودة في تطوان. يعني حسيت نفسي بين أهلي وبين أحبابي، وإلي زمان أنا بيجي على تطوان، بحب تطوان كتير، وهلأ تعرفنا على إخوان جداد وعائلة جديدة، إن شاء الله بيكون في نحن وياهم سبل تعاون جديد للاستثمار بتطوان، لأنه تطوان حبيتها وبتستاهل أنه يكون فيها مطاعم لبنانية تحمل اسم رامي عياش. وإن شاء الله هذا المشروع رح يكون قريبا إن شاء الله، بالإضافة لحفلاتنا ومهرجاناتنا إن شاء الله. بكل عام أنا شخص إلي 14 سنة احتضنت من العائلة الملكية والشعب المغربي ككل، وصحفيين وإعلام وأهل وأخوات، حسيت نفسي بين أهلي وبين أحبابي. بصراحة أشكركم كتير وبهديكم كل شيء أنا عم بعمله، بهديكم هالمحبة الكبيرة اللي صارت بقلبي تجاهكم. شكرا لكم، شكرا لأنكم بتحسسوني دايما أنه بين أهلي وبين عائلتي. الله يخلي لي اياكم، شكرا لكم. ممكن تذكرنا بالمدن اللي تم الاستثمار فيها يعني بالمغرب؟ حاليا مراكش، رباط، كازابلانكا، اصيله، طنجه، قريبا تطوان ان شاء الله. شكرا لكم.